العلامة التجارية الأفضل للتنقل المستدام، هذا ما تسعى إليه فولكسفاجن. اليوم سنلقي نظرة على ID 5 لنرى ما إذا كان هذا الهدف الطموح قد تحقق. أهلا بكم إلى فقرة تحت المجهر. ID 5 تبدو كطراز كوبي من فئة ID 4، لكنها مزودة بنظام البرمجة الحديث ID 3.1 الذي يؤمن سهولة وراحة وسعة أكبر. بداية نوضح معنى النقل المستدام. ثمة تصورات عدة، لكننا نركز على الأفكار الأساسية. الأهم هنا هو ألا تنبعث من السيارة غازات ضارة تتجاوز قدرة النظام البيئي على امتصاصها. السيارة التي تعمل بالبطارية تتسبب في انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون في مراحل الإنتاج، بعكس سيارات محركات الاحتراق التي تتسبب في الانبعاثات أثناء قيادتها في كل كيلومتر. ثاني أكسيد الكربون لا ينبعث من السيارات الكهربائية أثناء القيادة، بل يبقى في المستوى المحدد له في عملية الإنتاج. وفي وقت ما تصل السيارة الكهربائية إلى مستوى يميزها عن محركات الاحتراق فيما يخص الانبعاثات، لهذا فإن السيارة الكهربائية هي الأفضل للمناخ والأكثر استدامة. علينا أيضاً النظر إلى مصادر الشحن، فهل هي من طاقة متجددة وهذا جيد، أم من طاقة الفحم وهو ما يقلل من رفق السيارات الكهربائية بالبيئة بشكل عام؟ جانب آخر من جوانب النقل المستدام هو استخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة الاستخدام. فالجزء الداخلي من ID 5 خال تماماً من المنتجات الحيوانية. كجميع موديلات فولكسفاجن الحالية، تعاني ID 5 من مشكلة عدم وجود مفاتيح وأزرار في الداخل، بل إن جميع الوظائف تعمل باللمس. نسمع أصواتاً فقط وهذا كل شيء، كما أن التحكم في درجة الحرارة يعمل بنفس الطريقة، وهذه مشكلة في العديد من سيارات اليوم. المقود أيضاً، كل شيء يتم التحكم فيه باللمس. عند ضبط درجة الحرارة علينا الانتباه إلى ما نفعله، فقد تضغط على العلامة الخطأ وهذا يتطلب الحذر. لهذا السبب أفضل الأزرار الكلاسيكية كتلك التي نعرفها من سيارات فولكسفاجن الأقدم أو غيرها من السيارات. هناك شعور فعلي بتغير في درجة الحرارة. على أي حال، فإن نظام المعلومات والترفيه يعمل بشكل جيد بل ودقيق للغاية ومجهز بأحدث التقنيات، سواء كان نظام أندرويد أو أبل كار بلاي. كل شيء متوفر، وبصرف النظر عن الأزرار كما قلت، فإن التجهيزات الداخلية لID 5 جيدة ومريحة للغاية. المساحة في الخلف كافية، كذلك المقعد الأمامي يؤمن مساحة كبيرة في المقدمة، وفي الخلف لدي ما يكفي من الراحة في الجلوس. المساحة فوق الرأس أيضاً جيدة، على الرغم من أن السقف المصمم على طراز كوبي يعطي انطباعاً بعدم وجود مساحة كافية، لكن حتى لو أدرت رأسي يساراً أو يميناً فسأبقى بعيداً عن السقف. لذا يمكن لمن هو بطول 1.95 متر الجلوس بسهولة دون الارتطام بالسقف. يمكن الحصول على المقاعد الوسطى مغلفة بمادة أرت فيلورز بألياف دقيقة من مواد معاد تدويرها كزجاجات بلاستيكية. أما سعة الصندوق الخلفي لID 5 فتزيد حتى 1561 لترا عند ضي المقاعد الخلفية.
تتوفر ايدي 5 بقدرات مختلفة من 128 كيلو وات إلى 220 كيلو وات كطراز جي تي إكس الذي نختبره وهو الأقوى والأكثر رياضية. البطاريات على حالها كل منها بسعة إجمالية تبلغ 77 كيلو وات ساعة. يصل مدى المحركات الصغيرة إلى 519 كيلو متر، أما جي تي إكس ف 490 كيلو متر. الانطباع العام هو أن ID 5 جي تي إكس رياضية، فهي سيارة دفع رباعي ومرتفعة إلى حد ما، والبطارية الثقيلة تتمركز في أرضية السيارة، أي أن مركز الجاذبية قريب من الأرض، ما يؤكد على عنفوان 220 كيلو وات أثناء التسارع. بالتأكيد لا يمكن لـ ID5 مجرد سيارات مثل C40 ريتشارج أو تسلا موديل Y، لكن 220 كيلو وات كافية لقيادة ممتعة من ناحية وعدم استهلاك المزيد من الكهرباء من ناحية أخرى. عادة ما أستخدم خرائط جوجل للتنقل، لكن هناك طريقة أفضل في هذه السيارة، فهناك خيارات مسار مثيرة للاهتمام تأخذ سعة البطارية بعين الاعتبار. لنفرض أنني أريد الذهاب إلى برلين، يبلغني النظام أن المسافة 720 كيلومتر ويجب التوقف مرتين لشحن السيارة، كما يعرض لي محطات الشحن، فبشحنة واحدة لا أصل للهدف. والمثير للاهتمام أيضا هو أن النظام يحسب مدة الشحن وكيف يؤثر ذلك على البطارية. على سبيل المثال هنا، مدة الشحن 12 إلى 62% يبلغ 22 دقيقة. هذه في الحقيقة ليست مشكلة من حيث الوقت، فعندما تريد القيادة لمسافة 700 كيلومتر دفعة واحدة، فإنك على أي حال تأخذ قسطا من الراحة ثم يمكنك إعادة الشحن. من الجيد أن السيارة تعي متى تحتاج البطارية إلى الشحن، لذلك يمكن تحضيرها للشحن بحيث تكون في حالة مثالية، أي يمكنها الشحن بأقصى قدر ممكن وفي أقصر وقت أيضا. يمكن شحن ID 5 بما يصل إلى 135 كيلو وات، أي 10 كيلو وات زيادة عن ID 4، لتوفر بذلك 9 دقائق عند الشحن من 5 إلى 80%. لنرى كيف يعمل نظام المساعدة بالصوت. حسب فولكسفاجن فإن هذا النظام تم تحسينه. دلني على الطريق إلى برلين. أنا بردان. في الحقيقة النظام يعمل بشكل جيد، علما بأنني لست من عشاقه، فتعديل الحرارة أحب القيام به يدويا بأزرار حقيقية. ID 5 الجديدة بقوة 128 كيلو وات سعرها 46,000 يورو في ألمانيا، أما تلك بقوة 150 فتزيد 1000 يورو. ثمن جي تي إكس التي اختبرناها نحو 53,000 يورو، سعر قريب من سعر كيا إيفي 6. ولأول مرة يتوفر مساعد آلي لتغيير الحارة المرورية على الطرق السريعة ابتداء من سرعة 90 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى نظام مساعدة الركن الذي يتميز بالقدرة على المناورة ويمكن تشغيله بكبسة زر. سيارة فولكسفاجن ID 5 جي تي إكس الجديدة ذات مظهر جيد ومزودة بتقنية لطيفة ومدى لا بأس به، كما أن السعر مناسب أيضا. المشكلة الوحيدة هي أن ID 5 كبيرة، وبخصوص النقل المستدام من المحتمل أن تكون السيارة الأصغر ID 3 أفضل للحفاظ على نظافة المدن. ID 5 تحتاج ببساطة
إلى مساحة أكبر من ID 3، لكنها مثالية للنقل المشترك، فهي سيارة متينة. من الميزات الإضافية البرمجيات المحدثة للقيادة شبه المستقلة وزمن الشحن المحسن، لكن من ناحية أخرى فإن أدوات التحكم في الداخل والتي تعمل باللمس أو التي يتم التحكم فيها بالصوت في سيارة فولكسفاجن الجديدة هي ميزات ليست لجميع الأذواق.